Ulysse FM. زود صوتك. التليفون نتاعي معناتها فيما يخص مسابقه تلفزيه ولا غيره، فما ناس تتسائل، فما ناس ما عندهاش درايه بالحكايه هذه، ما تهتمش انه كيفاش وصل معناتها النمره نتاع التليفون كل شخص اللي تبعث له الاس ام اس هذا، اللي بطبيعه هي هذه من المعطيات الشخصيه لكل مواطن. معروف الهاتف العدد الرقم نتاع الهاتف الجوال هو معطى شخص بطبيعه. اذا في قواعد لازم تطبق عليه، القواعد نتاع حمايه المعطيات الشخصيه نتاع القانون نتاع 2004. يعني انه وقت اللي باش تاخذ هالتليفون هذايا على الرقم هذايا ما تنجم تاخذه كان من عند الشخص نفسه. لا يمكن لك التحصل عليه من عند الغير. اي سورتو با من عند المشغل نتاع هواتف الجوال. نحن نعرفوا اليوم شنو اللي صاير في البلاد، خاطر نسمعوا ماناش عايشين في امريكا. بالطبيعه. عايشين في تونس ونعرف شنو اللي يصير. نسمعوا انه ثم قاعدة بيانات كاملة قاعدة تتباع في تونس نتاع أرقام الهواتف. هذايا لازم نحطوا حد فيه، خاطر ما فيهوش حتى كلام. كيفاش نجم نحط حد فيه؟ أنه كل إنسان يتقلق من أنه جاه إرسالية قصيرة ما طلبش أنه باش تجيه يشكي. اشكيو يا توانسة اشكيو، راهو كان ما تشكيوش حتى شيء ما يتبدل. هذا التونسي يجي اس ام اس يقول ينعى للشيطان ويفسخ ويتعدى ويقوم بالعمل هذه مرتين ثلاثه خمسه في النهار، مش معقول. دونك اللي مقابلينه اللي قاعدين يتغلوا في الفرصه هذه باش يتواصلوا وباش يمشيوا يوصلوا اكثر من هكا. اذا القاعده هي انه كل ما يجيك اس ام اس وتعرف روحك ما عطيتش الترخيص للي بعثه لك باش ينجم يقلقك ما بين ظفرين، يا خويا اشكي. وفما فما ناس ما تقلقهاش الحكايه سي شوقي، خاصه معناتها من البرامج التلفزيه، معناتها نذكر معناتها بار اكزومبل ديليك ملاك، معناتها اللي زاسماس هذه تتبعث ككل عام فيما يخص البرنامج هذايا، فما ناس ما يقلقهاش معناتها كي يجيها اس ام اس من برنامج فلان تحب تشارك، لكن هي كمعطى شخصي كيفاش يصير هذه بالضبط؟ هذايا انا نقول ماهوش معقول اللي قاعد يتعمل. هذايا البرنامج والا مهما شركه اخرى، وقت تجي باش تبعث انت اس ام اس لازم تكون عندك باز دو دوني، عندك قاعده كامله فيها الموافقه نتاع الاشخاص فرديا. واضح. يعني انه تنجم انت هالبرنامج هذايا تجي تقول وقت تبعث دي اس ام اس للاشخاص، طبعا هذاك النجم انا نسالهم ونقول لهم منين خذيت الرقم نتاعو، مش مشكل. جست ما هو حتى السؤال هنا معناتها كبرنامج، سامحني سي شوقي، كبرنامج ديليك ملاكي اللي احنا خذيناه كاكزومبل، واخذين ترخيص في الحكايه هذه ولا؟ لا لا عمره ما عندي اعطينا ترخيص في المساله هذه. وشنو دور الهيئه لهنا؟ انا كان تحصلت على شكايات راني تحركت. ما عنديش شكايات. الا ما تجيش شكايات. واضح. لازم يجوني شكايات، خاطر هو ينجم، شنو ينجم يعمل هو؟ ينجم تو التقنيات الحديثة نتاع الالكترونيك الجديدة والانفورماتيك اش تعمل؟ ينجم يكون عنده هو ماكينة تحط نوامر التليفون بطريقة عشوائية. واضح واضح. يعرف شنو يعرف شنو هي الليميت منه والليميت منه، ويبدا الماكينة واحدة واحدة تبعث اس ام اس للناس الكل. واضح. ما يعرفش الشخص شكونه. لكن في الحالة هذه لأنك قلقت إنسان وما خذيتش الترخيص نتاعو، لازم اول اس ام اس يكون رانا نحبوك تشارك في الوحده هذه في البرنامج هذايا، توافق ولا ما توافقش انا نبعث لك اس ام اس. فقط العقوبه سي شوقي لهنا، للاسف لاني مازلت دقيقتين على موجز الاخبار العشره. كعقوبه لهنا شنو هي العقوبه بالضبط؟ عام حبس لل فقط. لا فقط عارف معناتها تقولوا عام حبس معناها؟ معناتها المسؤول الاول نتاع المؤسسه يدخل الحبس مده سنه. ومن بعد نجم نزيدوا نبحث شويه، لانه هذا لانه ما طلبش ترخيص ياخذ عام السجن. بعد ذلك هو ما خذاش الموافقه ولا تحصل على المعطيات من عند الغير، فهم 8 شهور حبس. ومن بعد مشى مررهم الناس اخرين وقعد يواصل استعمال هالمعطيات هذه رغم انه مثلا المواطن قال له لا، فهم 6 شهور حبس. اوليسافام، الصوت صوتك.